يا اخي ما عم بفهم، حتى بالمصارعه الحره في عدد جولات محدده. يا حبيبي هذه الجولات الها غير مفهومه. شو جولات مفتوحه يعني؟ ايه جولات مفتوحه، هلا كانوا 17 18 19 بس الها مفهوم تاني. اه والله. ايه طبعا. شو المفهوم يعني؟ يا حبيبي هيدا انت سامع بالمثل بيقول في الاعاده افاده. ايه هن هولي بضل يعيد ليستفيد. عيد؟ ايه بعيد، كل جوله بعيد بتفتح له كتير قصص. خشو بتفتح له قصص؟ ما بتفتح غير مقابر يا حبيبي. ايه بتفتح مقابر، بتفتح سلاح، بتفتح مليون شغله. اه يعني بين عيد وعيد ماضينا في عيد؟ ايه طبعا، بين كل عيد وعيد في عيد. خي بس بس انت بتقول حياتي سعيده، يعني من عيد لعيد انه ضروري يعني تكون مقاسي بين العيد والعيد؟ ايه ما فهمت يعني شو بدك يعني؟ ما بعرف، بلا عيد